السلام عليكم أعزائي الطلاب. أهلا بكم في هذا الفيديو. في هذا الفيديو سوف نتكلم عن موضوع مهم وهو أحسن الطرق لتحسين مهاراتك في اللغة العربية. هناك العديد من الطرق التي يمكنك أن تستخدمها لتحسين مهاراتك في اللغة العربية. وهذه بعض هذه الطرق. اولا القراءه يجب عليك ان تقرا كثيرا باللغه العربيه لتوسع مفرداتك ولتزيد من مفرداتك في اللغه العربيه لكن نصيحتي لك هي ان تقرا كتبا مناسبه لك ان تقرا قصصا مناسبه لك لا تقرا شيئا صعبا جدا فتشعر بالملل وبالصعوبه لكن اقرا كتبا او قصصا تناسب مستواك هناك الان كتب تناسب المستوى المبتدئ وكتب اخرى تناسب المستوى المتوسط وكتب اخرى تناسب المستوى فوق المتوسط يمكنك ان تستخدم هذه الكتب لتستفيد ولتوسع من مفرداتك ولكي لا تشعر بالملل ايضا نصيحة اخرى عندما تقرأ اقرأ في الموضوعات التي تهمك اقرأ موضوعات ممتعة لا تقرأ موضوعات مملة اذا هذه هي الوسيلة الاولى التي يمكنك ان تحسن بها لغتك العربية الوسيلة الثانية هي الاستماع الاستماع ايضا انصحك بان تستمع كثيرا الى اللغه العربيه وكما قلت لك انه ينبغي عليك ان تقرا كتبا تناسب مستواك فايضا انصحك بان تستمع الى تسجيلات تناسب مستواك يعني لو كنت في المستوى المبتدئ او المتوسط لا تستمع الى تسجيلات متقدمه صعبه لن تفهم منها الا قليلا لكن استمع الى تسجيلات تفهم معظمها او تفهم اكثر من 70 بالمئه منها فهذا سيجعلك تشعر بالثقه وانك تفهم وايضا سيكون ممتعا انك تستمع الى شيء تفهمه والان يمكنك ان تجد بعض المواد المسموعه على الانترنت او على اليوتيوب منها مثلا ما نحن نقدمه في هذه القناة قناة بيت العربية يمكنك أن تتابعنا وأن تستمع إلى التسجيلات التي نضعها هنا وإلى البودكاست التي نقدمها وسوف نقدمها في هذه القناة ونحن إن شاء الله سنضع تسجيلات مناسبة للمستويات المختلفة من الطلاب إذا الاستماع مهم جدا لأنه يساعدك على حفظ الكلمات وعلى مراجعة الكلمات، هذا أمر مهم جدا. الطريقة الثالثة هي الممارسة الشفهية أو الممارسة الشفوية، ونعني بها الكلام. ينبغي عليك أن تمارس الكلام أيضا. تتعلم اللغة وأيضا تتكلمها، ينبغي عليك أن تتكلم اللغة مع أصدقاء عرب مثلا، لو كان لديك بعض الأصدقاء العرب أو مع زملائك الذين يدرسون اللغة العربية والذين هم في مستواك أو في مستوى أعلى من مستواك قليلا تستطيع أيضا أن تمارس معهم اللغة العربية. أيضا تستطيع أن تمارس اللغة العربية مع واحد من مدرسينا تستطيع أن تدرس معنا في مدرستنا بيت العربية يمكنك أن تزور موقعنا بيت العربية لتعرف المزيد عن هذا الموضوع. الأمر الرابع الذي ننصح به هو الكتابة، الكتابة أيضا اكتب بالعربية، الكتابة ستجبرك على استخدام الكلمات التي أنت تعرفها، ستجبرك على الذهاب إلى القاموس، ستجبرك على أن تذهب وتترجم بعض الكلمات لكي تستخدمها في الكتابة، اكتب عن أي شيء. اكتب مثلا عن يومياتك اكتب عن رحلة قمت بها عن عملك عن أي أمر من الأمور حاول أن تكتب باللغة العربية أيضا يمكنك أن تشترك في مجموعات الواتس آب التي تجمع العرب أو الطلاب الذين يدرسون العربية أو مجموعات التليجرام التي تجمع أيضا الطلاب الذين يدرسون اللغة العربية وان تمارس الكتابه ان تكتب في هذه المجموعات عن موضوعات مختلفه باللغه العربيه وانا هنا ادعوك ان تشترك في مجموعه التليجرام التي سوف تجد الرابط في وصف الفيديو لها فادعوك ان تشترك في تلك المجموعه وان تكتب لنا وان شاء الله سيكون عدد من المدرسين من ضمن اعضاء هذه المجموعه فيمكنهم ايضا ان يكتبوا وان يعلقوا على ما كتبت وربما ايضا ان يصححوا لك ما تكتب لذلك ادعوك اشترك في قناه التليجرام الخاصه بنا. الامر الخامس هو الدروس الخاصه، الدروس الخاصه وفي الحقيقه هذا من اكثر الوسائل فعاليه. هذه وسيله فعاله جدا وهي ان تدرس مع مدرس، ان تدرس مع مدرس عنده تجربه، عنده خبره، يستطيع ان يعلمك اللغه العربيه، ان يعلمك القواعد، الكلمات، المحادثه، الاستماع، كل هذا يمكنك ان تحصل عليه لو انك تدرس مع مدرس في درس خاص فأنا أدعوك أيضا أن تدرس مع واحد من مدرسينا الممتازين في مدرسة بيت العربية، كل مدرسينا لديهم تجربة وخبرة واسعة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بالعربية، لذلك أدعوك أن تكون واحدا من طلابنا، اذهب إلى موقع بيت العربية وانظر إلى الدورات والدروس هناك. وانظر ايضا الى اسعار الدروس وننتظر منك رساله في الواتساب او على الايميل وان شاء الله تكون واحدا من طلابنا المتميزين. لدينا العديد من الطلاب الذين درسوا معنا وبداوا معنا من الصفر ووصلوا الان الى درجه الاحتراف في اللغه العربيه. الامر السادس هو تطبيقات الانترنت. يمكنك أن تستخدم تطبيقات الهاتف، تطبيقات الإنترنت لدراسة اللغة العربية، كل واحد الآن منا عنده هاتف ذكي، وهو يقضي بالفعل الكثير من الوقت عليه مثلا في الفيسبوك وفي إنستغرام وفي يوتيوب، يمكنك أن تحمل بعض التطبيقات المفيدة وأن تقضي بعض الوقت في دراسة اللغة العربية. وانا هنا انصح بتطبيق مثلا دويلينجو وهو تطبيق جميل ومفيد وهو مفيد جدا للمبتدئين وللمتوسطين ربما لكنه مفيد يعني لو انك تريد ان تدرس العربيه من البدايه لو لديك صديق لديك ابن يريد ان يدرس العربيه يمكنك ان تنصحه بتحميل تطبيق دويلينجو وأن يبدأ في دراسة اللغة العربية وأن يقضي على الأقل خمس دقائق، عشر دقائق كل يوم في تدريبات وتمرينات الموجودة على هذا التطبيق أو أي تطبيقات أخرى، هناك أيضاً تطبيقات أخرى يمكن أن تحملها وأن تستفيد منها في دراستك للغة العربية وفي تحسين مهارتك باللغة العربية. هذه بعض الطرق التي يمكنك ان تستخدمها لتحسين مهاراتك، ربما هناك ايضا طرق اخرى لكن نكتفي بهذا وشكرا لكم للاستماع واراكم ان شاء الله في فيديو اخر قريب، لا تنسى ان تشترك في القناه وان تفعل زر الجرس لكي تصلك فيديوهاتنا الجديده، شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.